في كتير قسيس شادي عندهم الاعتقاد انه احنا جعلنا من المسيح يعني إلها. وطبعا انا دائما بتكلم في نفس العبارة، لو احنا، لو المسيح انسان او مجرد انسان وجعلنا منه إله، لقلنا ان هذا كفر وجحود. لكن الله بيختار انه هو يأتي الى عالمنا كالمسيح، ككلمة الله، رح نتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل. فأنا لا يسعني إلا أن أشكر الله وأسبح وأمجد الرب. ولكن خلينا نوضح أكثر كمان الفكرة في العهد الجديد قسيس شادي، لأنه كان في نزاع حول الموضوع، ويقول الكتاب أنه حتى الناس انقسمت إلى قسمين. لعل المسيح متى جاء ممكن يعمل أعمال أكثر من اللي عملها المسيح، فإيه اللي شفناه في المسيح في العهد الجديد تثبت مسيحيته أو مصداقيته؟ في إشعياء 61 في نبوة عن المسيح بيتكلم على لسان إشعياء النبي، بيقول: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. والرب يسوع المسيح في لوقا 4 أخذ هاي النبوة اللي هي بتتكلم عن المسيح ونسبها إلى نفسه، وقال إنه اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم. نعم. فهو قال عن نفسه إنه هو عليه روح الرب، وإنه الرب أرسله ليبشر المساكين، أرسله ومسحه ليبشر المساكين. فهو أخذ هذا اللقب عن نفسه، وهو كان يجول يصنع خير. وهذا اللي قاله واحد من تلاميذ المسيح اللي هو بطرس، قال في أعمال الرسل 10: يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. فمنشوف المسيح هون مسح بالروح، مش مسح بالزيت زي العهد القديم اللي هو رمز إلهية. مسحة إلهية بالروح، وهذا تمت بالمعمودية، مسحة الخدمة، ابتداء الخدمة لما نزل الروح القدس في مشهد المعمودية على شكل حمامي. لكن في أمثال 8 قسيس نزار في هناك أيضا مكتوب أنه عن أنه في هذا الشخص مسح منذ أوائل الأرض، منذ البدء، منذ الأزل. في أمثال 8 بتكلم أنه أنا مسحته منذ الأزل، منذ البدء، منذ أوائل الأرض. فهو ممسوح حتى من قبل البداية، فهو قبل ما يبدأ أي شيء في هذا الكون وفي هذا العالم الكبير، قبل أي شيء المسيح كان موجود ومسح. طبعا مسح لعمل الفداء، عشان هيك بنقرأ أنه دمه معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. فالله لم يعني يأتي بخطة الفداء وكأنها خطة سريعة لأنه آدم أخطأ، لكن خطة الفداء كانت موجودة في ذهن الله قبل تأسيس العالم، وأنه الإبن، أقنوم الإبن، سيتجسد في ملء الزمان ويرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس.